دائما احنا بننوه على موضوع الفيتامينات قديش هو مهم بحياتنا، قديه مهم لاجسامنا. كثير احيانا بنشعر انه نحن مخربطين، عندنا مشاكل صحيه، احيانا بتكون هي المشاكل هي بسبب نقص الفيتامينات بالجسم، ولكن نحن دائما بحاجه لنعمل تشيك دائما على صحتنا. نروح للتحاليل الدوريه، يعني كل 6 شهور نروح نعمل تحاليل عامه لنشوف النقص، وخاصه ضمن الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها هلا، يمكن صار في نقص كثير عندنا. صحيح يا رشا، اليوم عم نحكي عن الفيتامينات والمعادن، هي من العناصر الغذائية الأساسية المهمة لصحة وسلامة أجسامنا. لكل فيتامين أو معدن اليوم في فوائد عديدة بتختلف حسب احتياجات أجسامنا أو حسب عمرنا. اليوم رح نضوي شو أهم الفيتامينات يلي لازم ناخدها وبدون أي زيادة أو نقصان وبدون العشوائية ومع استشارة طبية. خلوني رحب بضيفتنا يلي صارت معنا ضمن الاستوديو الاختصاصي للتغذية، نور الخطيب. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك ست نور، اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن مصطلح جدا نسمعه بحياتنا اليوميه، بنقول ناقصني فيتامين سين، ناقصني فيتامين عين، ولكن هيك بالمصطلح الطبي اذا بدنا نعرف اليوم الفيتامين شو هو طبيا؟ الفيتامينات هي فيتامينات ذوابه بالدهون وفيتامينات ذوابه بالماء. هاي المعلومات الناس ما بتعرفها. فالفيتامينات الذوابه بالماء هي مثل البي 12 مثلا، الفيتامين سي، هدول بيكونوا ذوابين بالماء. فالفيتامينات الذوابه بالدهون هي فيتامين ا، الفيتامين د، الفيتامين ك، تمام، هدول كثير مهمين للجسم. فنحن ما بدنا نعمل نشتغل بعشوائيه بالفيتامينات، تمام. فدائما وقت نحس جسمنا مخربط او عندنا مشكله بالاعصاب اكيد عندنا نقص بالفيتامين بي 12. البي 12 هو فيتامين كثير مهم للجسم ومهم للاعصاب، بمعنى نحن بس ينقصنا فيتامين بي 12 بصير عندنا فقر دم بنقص الفيتامين بي 12. يعني ممكن مو بس فقر دم بنقص الحديد، تمام، فقر دم بنقص البي 12. فالبي 12 هو لا يوجد الا بالمصادر الحيوانيه، فالبي 12 نحن بنعوضه بتناول المنتجات الحيوانيه بالمجمل، ممكن بالبيض نحن نعوض البي 12، ممكن بالاسماك الدهنيه، ممكن باللحوم نعوض البي 12، ولكن نقص البي 12 كثير موجود عند وشائع عند الاشخاص. صح. فلا بد من تناول المتمم غذائي البي 12. تمام، عم نحكي يعني عن أهمية هاي الفيتامينات لأجسامنا. خلينا نوضح، يمكن عنا اليوم 12 فيتامين، خلينا نوضح شو وظيفة هاي الفيتامينات أو كيف عم يكون دورها الإيجابي بالجسم. هلأ الفيتامينات بتدخل بالمجمل بحلقة الاستقلاب بالجسم، يعني بالحلقة اللي بتخلينا احنا نقوم ونقعد ونعطي نشاط وطاقة، فهي الوسيط لحتى تعطينا الطاقة بالجسم. فنحن بدنا نحاول يكون عنا الفيتامينات بشكل متكامل بجسمنا بنظام غذائي متوازن. بس يكون نظامنا الغذائي متوازن ناخذ كل الفيتامينات اللي لازم الجسم ياخذها. اهم الفيتامينات اللي لازم الجسم ياخذها مثل ما نوهنا الفيتامين بي 12 والفيتامين د. الفيتامين د كثير مهم بالنسبه للاشخاص لانه نقصه كثير شائع، وخاصه انه الفيتامين د لا يوجد الا بالشمس، شمس الصباح، وحصرا الناس عم تنام صباحا يعني ما كثير بفيقوا او بتعرضوا لشمسة الصباح، زائد انه الفيتامين د طبعا في مصادر بتعوضه كمان بالمنتجات الحيوانيه. فكمان ممكن نعطي هيك نصيحه لتعويض الفيتامين د بالتين المجفف، بيكون شيء سهل بمتناول الايدي. طيب. التين المجفف تماما كثير طيب التين المجفف، ممكن نحن ننقعه بزيت الزيتون لمده ليله كامله وبناخذ منه صباحا. اول شيء حفزنا امتصاص المغنيسيوم يلي هو بثبت الفيتامين د، اكيد هو مو حاوي على الفيتامين د 100%، هو حاوي على المغنيسيوم يلي بثبت الفيتامين د. نحن بنغفل انه لازم ناخذ الاشياء اللي بثبت العناصر، فالتين المجفف يعطينا تثبيت حلو للفيتامين د. ممكن ناخذ الفيتامين د كمتمم غذائي، كمان ممكن نعوض الفيتامين د بشمس الصباح وشمس عند الغروب، حتى نحن نزيد امتصاص الفيتامين د. لازم اكبر مساحه من الجلد تتعرض للفيتامين د مع مساج بسيط لمده 10 دقائق مع الشمس اللي عم نتعرض لها، هيك نحن بنحرر الفيتامين د لانه هو عباره عن كوليسترول موجود تحت الجلد بيتحرر بالاشعه فوق البنفسجيه، تمام. نحن هي طريقه الناس ما بتعرفها، تمام. صعب شوي يعني وغير متاحه يعني انك تعملي مساج 10 دقائق لا هيك يعني انه بس الكفين، تمام، ومساج بس. هو مثل ما قلتي هذا الفيتامين ناقصه كثير شائع وعند الناس بشكل كثير كبير، وذكرتي حضرتك البي 12 والدال هن اكثر شيء بحاجه نحن انه نكونوا صح باجسامنا. هل اذا بدنا نحط
او نستخدم نقول عن فيتامينات ثانيه غير الدال والبيض 12؟ تمام. هلا فيتامين الفيتامين ا مهم للنظر، للزنك. هلا بالنسبه للمعادن، الزنك كثير عنصر لازم يكون موجود بالنسبه للمعادن. الزنك بياثر على النمو عند الاطفال، بياثر على الذاكره، بياثر على الجسم. فكمان الاوميجا 3، الاوميجا 3 كثير مهمه للجلد، للبشره، للجسم، عشان نعطي يعني النشاط اللي نحن عم نفقده بالشتاء. فبتحس كثير في خمول بالشتاء، الواحد انه ما بيقدر انه يعني يتحرك بسرعه اول ما يقوم الصبح. فممكن احنا ننصح الاشخاص بظل انه ما بنقدر نجيب السمك، ممكن ناخذ زيت السمك. زيت السمك حاوي على مجموعه الفيتامين د، الفيتامين ا، وحاوي على الاوميجا 3. فهو كثير بيعطينا نشاط حلو للجسم. ولكن الفيتامينات الذوابب الدهون انا بنصح انه ناخذها قبل النوم. الفيتامينات الذوابب الماء مثل البي 12 بناخذها اول النهار. تمام. اكيد نحن وقت نعوض الفيتامين د كمتمم غذائي بناخده مع وجبه افطار تحتوي على دسم او غدا يكون تماما، بيقولوا انه مشان تماما الجسم يقدر يمتصه صح او ياخذ فائده تماما، مشان يقدر يمتصه الجسم. وبده حركه الفيتامين د بعد ما ناخذ هي بلاها مبنية. طيب اليوم شو الكميات المسموح نحن ناخذها من هي الفيتامينات؟ هل هي نفس الكميات اللي ممكن تكون عند النساء او الرجال او الاطفال، ام لا بتختلف اليوم الكميه حسب الاعمار؟ طبعا ملي جرام بتختلف بالنسبه للاجسام. اكيد الاطفال بتكون ملي جرامات بالنسبه لهم خفيفه، بالنسبه للنساء على حسب الحمل او لا. تمام. مثلا اذا نعطيهم على عنصر الحديد، مثلا عنصر الحديد بتضاعف احتياج المراه الحامل عنصر الحديد تقريبا 3 اضعاف، حتى انه ممكن ناخذها بالمتمم الغذائي. دائما فقر الدم شائع عند النساء اكثر من الرجال، بسبب الدوره الشهريه، بسبب دائما سوء التغذيه. ممكن هي ما بدها تاكل، بتضل النهار كلياته ما بتاكل للمساء، بتقول لك انا ما نحفت. طيب ليش انا عم اسمن وما عم نحف؟ ليش؟ لانه نقص الحديد بياثر كثير بشكل كبير على الجسم وعلى النفسيه. تمام. بياثر على النفسيه تماما، بيساوي زغلله بالعيون، بيساوي دوخه، بيساوي كثير مشاكل. بيصير الواحد انه حتى يعني بيصير عنده ضيقه خلق، انه بدها تضل تطلع مزاجيه بسرعه. طيب ممكن يساوي شويه اعراض من نقص الفيتامين، فيتامين الحديد بالجسم. اذا بدنا هيك نعمل هيك نظره عامه اليوم، انا كيف اقدر اعرف انه انا عن جد بحاجه، جسمي بحاجه لفيتامين؟ في اعراض هيك او مشتركه او لا كل نقص له اعراض مختصه؟ يعني هلا الفيتامين مثلا عنصر الحديد نقصه يؤدي الى دوخه. مثلا اذا قمنا بسرعه بنحس بدوخه. تمام. اذا طلعنا على دراج وحسينا بلهته بالقلب كمان عندنا نقص بالحديد. ممكن انه عم نطلع من بعيد عم نحس في تغبيش، كمان هذا نقص بعنصر الحديد. البيت 12 بيصير عندنا الام بالظهر، باسفل الظهر، ممكن تنميل بالايدي، هذا كمان وجع بالرقبه، هذا كمان من نقص البيت 12. تمام. يعني في كثير اعراض لكل حد، يعني لكل عنصر من العناصر. الفيتامين د اذا عندنا نقص، اول ما في نحس بتيبيس صباحي، سوء بالمزاج، نفسيه كثير صعبه، بصير الواحد سوداوي تماما. يعني نقص الفيتامين د بياثر على الحاله النفسيه وبشكل كثير كبير، لانه الفيتامين د هو الفيتامين المسؤول عن تثبيت الكالسيوم بالعظم. هو الفيتامين انه ممكن صنفوه كهرمون نوعا ما، انه كثير بيلعب دور بالسيالات العصبيه بالجسم. فالفيتامين د كثير مهم بالنسبه حتى لانشاط العقل، مهم الفيتامين د. يمكن كثير من الاشخاص ما بيعرفوا انه السبب عم بيكون بنقص هيدا الفيتامين. طيب في حاله الشخص اخذ كميه زايده اليوم من الفيتامينات، شو اثر هذا الشيء على الجسم؟ او خلينا نوضح شوي المضاعفات والاثار الجانبيه اللي ممكن تظهر عند الاشخاص في حال تناولوا هي الفيتامينات بشكل زايد بطريقه عشوائيه. تماما. هلا البي 12 ممكن زيادته ما تاثر لانه منحل بالماء، يعني بنفرز دغري عبر البول ما في مشكله. ولكن الفيتامين د والفيتامين ا وهي بتعطينا مشاكل. هلا مثلا الفيتامين ا ممكن عم يحطوه بالريتان بيعطينا اعراض السميه للفيتامين ا، ولكن الفيتامين ا بس يصير عنا الاعراض السميه ما بيطلع من الجسم لمده 5 سنوات، فممكن يساوي عنا تكيس بالمبيض، ممكن يعمل عنا نقص بالانجاب، ممكن يعمل عنا مشاكل بالجسم. فنحن لازم ننتبه للفيتامينات الذوابب الدهون بشكل كثير كبير. حتى صحيح. الفيتامين د لازم ناخذه بالجرعه المناسبه. في اشخاص يعني بياخذوا كل اسبوع خلينا نقول الكبسوله العيار 1000، يعني هي خلينا نقول وقائيا منيحه
هذا الشيء او لازم احنا نعمل التحليل قبل ما ناخذ؟ هلا نعمل تشيك اب تحليل افضل للفيتامين د، بنعطي الجرعه على حسب المشكله بتكون عند الشخص، فانا بحاول انه اعطي الجرعه المناسبه للفيتامين د، فالعيار يعني عيار 1000 هو وقايه ممكن انه للفيتامين د، ولكن اذا بنعمل تحليل وبنروح عند حدا مختص بيكون افضل. كل قديش لازم نساوي التحليل؟ هلا التحليل الفيتامين د كل 6 شهور بنعمل تحليل بعد المعالجه من الفيتامين د. حتى الابر يعني ابر الشرب كمان هي اسبوعيه؟ هلا ابر الشرب ما بنعطيها اسبوعيا لان كثير الدوز تبعها شهر، كل شهر مره، كل شهر مره، كل شهر مره، لانه 600 الف عياره تمام او 300 الف هي كثير بتعطيك دوز عالي للفيتامين د، هي ما بتنعطى اقل يعني اقل شيء بالشهر، بس يعني هي وقايه حتى للاطفال ممكن نحن نعطيها لل ابر الشرب، لانه ممكن اطفال في ناس اولاد عندهم كساح مثلا، بصير عندهم تقوس بالقدم، بصير عندنا خفسه بنص الصدر، هي اعراض للفيتامين د، نقص الفيتامين د تمام. نحن عم نحكي وقائيا او علاجيا او علاجيا تمام. يعني اليوم نحن ما فينا نقدر نعمم الحالات كلها تمام. طيب اليوم في فيتامينات انا ما بقدر اخذها بنفس اليوم، مثلا ممكن يصير عندي اثر جانبيه او ممكن ما اقدر اخذها بالليل قبل النوم، خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا ممكن الفيتامين سي ما ناخذه قبل النوم لانه ممكن يعمل نشاط بنسهر بالليل، نحن لازم ناخذ الفيتامين سي باول النهار مشان يعطينا نشاط وحيويه. ممكن الفيتامينات مثل الفيتامين د ما بيتاخذ ابدا قبل النوم لانه بياثر على الكليه، الكليه ما بتكون نشطه ابدا للغده الكبديه قبل النوم، ف يعني الفيتامينات مستحسن انه باول النهار، بس ممكن زيت السمك يتاخذ قبل ما ننام بثلاث ساعات كمان جيد بالنسبه للجسم، ولكن بقيه الفيتامينات لا. طيب هلا نحن العطله الانتصافيه خلصت وبكره الطلاب رح ترجع على المدارس، اليوم الام والاب بيكونوا معظما مشغولين بدوام اخر، اليوم ايضا الطفل عم بيكون خارج البيت يعني ساعات طويله، اليوم شو اهم من هيك النصائح للطلاب؟ شو اهم المكملات وال خلينا نقول عناصر الغذائيه المفروض ياخذوها كل النهار؟ هلا اهم شيء انه نحن ننوع نظامنا الغذائي، بده يكون في خضروات وفواكه، ممكن نركز على الفواكه الموسميه مثل البرتقال مثلا، يحاوي على الفيتامين سي، بنعطي للطفل عصير البرتقال الطبيعي يلي بيساعد على انشاط العقل والحركه، ممكن نعمل لهم مشروبات تساعدهم على زياده النشاط، ممكن مثلا نساوي مشروب النعناع الساخن مع الليمون كثير بيساعدهم كمان الحركه والنشاط للاولاد، لازم يكون اكيد نظامنا الغذائي حاوي على البروتين، بده يكون متوازن، بدنا ناخذ كل العناصر الغذائيه، مو بدنا نركز مثلا على الكربوهيدرات، على في اولاد كثير بياخذوا مثلا الاندومي، المعكرونه، بنركز عليها بشكل كثير كبير، لازم يكون في تنوع بنظامنا الغذائي. تمام، طيب شو بالنسبه للمراه الحامل؟ كلنا بنعرف انه بفتره الحمل ممكن ترفض كثير من الاغذيه اليوم، وتكون هذا الشيء يمكن مضر لصحتها وصحه الجنين، وكلنا بنعرف انه الدكتور ممكن يطلب بعض الفيتامينات اللي لازم تكون موجوده، شو اهم الفيتامينات اللي لازم تاخذها المراه الحامل؟ اهم الفيتامينات والمعادن اللي لازم تاخذها المراه الحامل الحديد تمام والكالسيوم، بنعطيها اياهم دوزات معينه، الحديد اهم شيء انه يتاخذ بعد الشهر الثالث من الحمل، اول 3 شهور من الحمل بينعطى حامض الفوليك او اسيد فوليك البيت 9 مشان ما يصير تشوهات بالاجنه، لانه عندنا مشكله نقص الفوليك بتعمل تشوه بالقناه العصبيه عند الجنين، فنحن بدنا نحاول نهتم ونلتزم بالفيتامينات اللي بيعطينا اياها الطبيب، واكيد بده يكون نظامنا الغذائي حاوي على العناصر الغذائيه مثل ما قلنا، بس ولكن بعد الحوامل بيكون عندها مثلا غثيان، عندها مشاكل الاقياء، يعني ممكن نحن نخفف لها هي المشاكل الاقياء خلال الدوائيه تماما، ممكن مثلا تفاحه تاخذ على الريق، ممكن اول قبل ما تقوم من النوم تحاول تقوم على مهلها، تشرب كاسه من المي، بنحاول انه نخفف عندها اعراض الغثيان اللي عم تصير عندها ورفض الطعام. ودائما نحن بنقول العوده للطبيعه هي تماماً افضل الحلول تماماً قدر الامكان تماماً. بنصائح اخيره لكل حدا عم يشوفنا لليوم. اول شيء بدنا نهتم بغذائنا 100%، بدنا نحاول ننوع نظامنا الغذائي، نهتم بالخضروات والفواكه الموسميه، نحاول نبعد عن الفاست فود، عن المقالي، عن الوجبات الجاهزه، وممكن ناخذها مره او مرتين بالاسبوع ولكن ليس يوميا. بدنا نحاول انه يعني نعطيهم
هون كل العناصر الموجودة بالجسم، الفيتامينات موجودة وبشكل كافي بالفواكه والخضار إذا نحن اهتمينا فيها. يعني أفضل ما ناخذ المتممات الغذائية حتى امتصاصها بالجسم بيكون أفضل. أكيد. صح. بالختام بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها اختصاصية التغذية نور الخطيب، نورتي صباحنا لليوم. أهلا وسهلا. شكرا لك وابي، الصحة والسلامة للجميع، يومك حلو.